هذا ما قالته صحيفة الديلي ميل يوم أمس دون أن يؤكده أو ينفي ذلك تين داونينج ستريت مقر الحكومة البريطانية. على ذمة الديلي ميل فإن جونسون يرغب بشدة في إبرام زيارة أو القيام بزيارة عاجلة طارئة سريعة جدا إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني ورئيس الوزراء والمسؤولين هناك وإرسال رسائل دعم من الميدان من كييف إلى المقاتلين الذين يواجهون موسكو في هذه الحرب التي تدور في أوكرانيا. وأيضا على ذمة الديلي ميل فإن المسؤولين الأمنيين في الحكومة البريطانية يرون أن هناك قلقا ومخاطر تحاط بهذه الزيارة إن تمت، خاصة وأن ليلة أمس الأول كييف تعرضت إلى قصف وينزح منها حوالي 10 ملايين شخص منذ بدء هذه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. بالتالي الأوضاع الأمنية ليست سهلة ولا آمنة في كييف، فهم لا يرغبون بأن يقوم رئيس الوزراء بهذه الزيارة. باستثناء الوضع الأمني فإن الزيارة من الممكن أن يكون مرحب بها، لكن تين داونينج ستريت لم يعلق على هذه التسريبات الصحفية أو ما قالته صحيفة الديلي ميل يوم أمس.